السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفناكم مقطع جديد اليوم بيورجيكم شلون تساووا الساعة القديمة الأثرية. فيلا نبدأ. أول شي نحتاجه أي فنس أو أي هذا سور، أي سور، نيفر سور، سور النيفر. أنا مثلا بأخذ سور هذا البلوط، كأنه هذا كان الايت فريم. كان نحتاج كمان الايت فريم، وهي لون الايت فريم بلوطي لوحة. ونحتاج الساعة، أكيد الساعة لكان. وبنحتاج ريل، وهذا والريل الكهربائي اللي بيشتغل بالريدستون تورج. و بيت الخنزير و حبل. اول شي ده طبعا بنساويه، بنجيب هذا البلوك البلوطية، كأنه لازم نحتاج بلوط، كأنه هذا بلوط كأنه هي بلوطية بالاساس. وين الخشرة؟ اوكي يلا نبلش بالشرح. اول شي نحفر 3 بلوكات على مود انه هذا خنزير يسار. ونسينا شي، والماينكارت العربة، العرباية هي عرباية. نحتاج كمان ستون تورج. بالأول نحط الخنزير. لا شلون نحطه؟ صح بعرف، تكبس هون اخده، مو هيك؟ لا مو هو. ايوه لا لا، لازم نقتلون. اوكي تم، ماتوا ماتوا. وين جت البلوكه؟ هات لي، انزل انزل لتحت، حطوا الخنزير. أدوف، دفو دفو. لو ما عاد نحتاج العنب، هات لي نجرب هذا، نجيبه البطاطس. لازم اركب. هاي مشكلة إذا ما فات البطاطس، ما عاد نحتاجها. ريدستون تورش فقط. اشتغل هلا. هلا تخبي من هون وتخبي من هون، وشكله هلا بنبلش شكله من برا، ونحط هذا البلوطي. نحطه من هون، جيب الايتم فريم اللي هي هاي،
ونسكر من هون بس فوق. اوكي نحاول هون قربنا نخلص 9 دقايق هلا. باقي الايتم فريم حطينا الايتم فريم والساعة. في شوي شي غلط صحيح. مو لازم تكون اها عرفت الغلط. لقطتين الدوم ما كنا ننزل نص هاي نحط نساوي هيك كأنه بدنا نحط قزاز لا تنسوا. وبلوكتين بس جربنا انه يخلص الشاي. عادي فين والساعة؟ لا مرة أقول بس هلا بنحتاج كمان القزاز لكان هلا نجيب الخنزير نروك ربط ربط. اوكي هلا هلا باقينا بس نحط هذا القزاز. ليش ما بينحط؟ أم ليش؟ أو صح من تحت لسه ما غطينا. في مشكلة صارت عندي مشكلة. ليش بقى وليش بقى ما عرفته. خلينا نجرب القزاز الكبير يكون احسن. بركي يكون احسن. لقط الزجاج مو 9. يلا هنكبر شوي من الساعة. سامحوني على الشكل هذا شكل الابو كلب بس انا ما دخلني شكله ابو كلب للساعة كأنه هذا مشكلته مشكلة للساعة. اوه خلصنا. هلا بتشوف الساعة وحلوة كتير حلوة. فيب فبيكون فهذا هو الفيديو. صورت عن الساعة الحلوة مع الحبل الحلو. فبيكون عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا مع السلامة.